يصعب تحديد الإطار الجغرافي لأراضي المملكة الماسيلية بشكل دقيق نظراً للتقلبات السياسية التي عرفتها المنطقة من انتصارات عسكرية أو هزائم على هامش الصراع القرطاجي الروماني، تلك القوتان الكبيرتان في حوض المتوسط آنذاك، مما نتج عن ذلك تقليص حدودها واقتطاع أراضيها من طرف قرطاج شرقاً والماسيسيل غرباً، أو على العكس مد حدودها وتوسيع مجالها على حساب جارتيها. لكن عموماً فالمملكة كانت تغطي شرق الجزائر وغرب تونس ومجال تحرك الجيتون جنوباً. لا تذكر المصادر المكتوبة أو المادية بشكل صريح مملكة الماسيليين قبل القرن الثالث قبل الميلاد، إذ يرتبط تاريخها بفترة الصراع القرطاجي الروماني، لكن ديودور السقلي أشار إلى حلف بين الطاغية أغاتوكل والملك المحلي النوميدي أيليماس الذي كانت عاصمته دوكا، وذلك بين 307 و306 قبل الميلاد، حيث قام ببعثة إلى قرطاج واستولى على أوتيكا. ورغم كون لقب أو كلمة ماسيل لم يستعمل عند ذكر هذا الملك أيليماس، إلا أن مدينة دوكا نجدها خلال الحرب البونيقية الثانية ضمن الأراضي الماسيلية، مما يدل على أن هذا الملك كان ماسيلياً. وانطلاقاً من القرن الثالث قبل الميلاد، مع تطور الأحداث، بدأت المصادر تتحدث عن غايا أبو ماسينيسا، كما جاء على نقيشة ليبية بونيقية تم العثور عليها بمدينة دوكا. تتحدث النقيشة عن اسم والد غايا وميناته، وهو زيلالسان الذي كان قادياً أو شوفيت. نكاد نجهل كل شيء عن الفترة التي قضاها غايا في الحكم، ثم هل كان تابعا لقرطاج أو مستقلا بحكمه أو حتى تابعا للمملكة الماسيسيلية، هكذا يقول الأستاذ عبد العزيز أكرير. وعلى الرغم من أن نظام الحكم كان وراثيا في نوميديا وأن الأحقية كانت تمنح للابن الأكبر، لكن هذه القاعدة لم تكن تحترم دائما لأسباب عدة لا ندركها. فبعد وفاة غايا سنة 206 قبل الميلاد انتقل العرش إلى أوزالسس أحد أفراد العائلة الحاكمة، وبعد موت هذا الأخير إلى ابنه كابوسا، والذي سرعان ما تمت تصفيته سنة 203 قبل الميلاد لإزاحته عن العرش، يقال من طرف ماسينيسا الذي وجد فيه الرومان خير حليف له. يعتبر ماسينيسا من أهم ملوك الماسيليين، سطع اسمه خلال أحداث الحرب البونيقية الثانية، حيث كان المجال النوميدي آنذاك مقسم إلى مملكتين أشبه باتحادات قبلية، المملكة الماسيسيلية أو نوميديا الغربية التي كان يحكمها سيفاكس، والمملكة الماسيلية أو نوميديا الشرقية التي كانت هي تحت حكم الملك غايا. كانت المملكتان حليفتي قرطاج في صراعها ضد روما، إلى أن قرر سيفاكس التقرب من روما. لقد كانت وراء تغيير الحلف هذا رغبة سيفاكس في توسيع حدوده الشرقية على حساب الأراضي الماسيلية، وطمعه في مساعدة روما له لاسترجاع شريطه الساحلي الذي كان تحت السلطة القرطاجية. تحالفه مع روما كان سيساعده كذلك في ضخ دماء جديدة في جيشه. استمر غايا من جهته في التعاون مع قرطاج التي كانت تحميه وتحمي نفوذهم مقابل تقديمه العون العسكري للقوات القرطاجية أثناء حربها في الأراضي الإسبانية. ولتقوية وترسيخ هذا التحالف قرر القرطاجيون والماسيليون الاحتفال بخطوبة سوفونيسب ابنة القائد حسدرابال وابن غايا ماسينيسا أمير حينها. أرسل هذا الأخير على رأس كتيبة فرسان نوميدية قوية إلى إسبانيا للدفاع عن ممتلكاتها هناك،
حيث قاتل لمدة 5 سنوات قبل أن يضطر للتراجع بعد سلسلة من الانهزامات. وفي هذه الأثناء عرف الوضع في المملكة الماسيلية توتراً ملحوظاً بسبب وفاة حاكمها غايا، حيث شكلت الخلافة على السلطة صراعات كبيرة انتهت بسيطرة مازيتول أحد أقرباء ماسينيسا على عرش ماسيليا. من جهته، بعد تحقيق حاجاته من تحالفه مع روما، عاد سيفاكس للتودد إلى القرطاجيين والانضمام إلى صفهم. القرطاجيون الذين باعتبارهم لهذا التحالف صفقة مربحة لهم، بغض النظر عن أي اعتبارات، قرروا تزويجه من سوفونيس خطيبة ماسينيسا. فبعد كل شيء، لم يعد لماسينيسا أي صلة بنخوة الحكم والسيادة، ولم تعد له أي قيمة لدى حصربال. فقد ماسينيسا كل شيء، توفي والده، فسخت خطوبته، واغتصب عرشه. فجاء اقتراح القائد الروماني بوبليوس كورنيليوس سيبيون للتحالف معه في وقته، رأى فيه منقذه ومخلصه من تحامل قرطاج والماسيل. لكن التحالف ظل رمزيا، ففي واقع الأمر لم يكن حينها لماسينيسا ما يقدمه لروما، فقد فقد فرسانه كذلك. لم يستسلم ماسينيسا، وتوجه جنوبا نحو المملكة المورية مبديا لملكها باغا رغبته في العودة إلى أرض أبيه. المملكة المورية التي ظلت إلى هذه الأثناء هادئة في تحالفاتها وفي تصرفاتها خلال الحرب البونيقية الثانية. طلب ماسينيسا إذن من باغا أن يقدم له الحماية العسكرية اللازمة من أجل عبور مملكة سيفاكس والوصول إلى مملكة الماسيل، فأمده ب4000 جندي رافقوه حتى وصل إلى بر الأمان، وسرعان ما شرع في تأسيس جيش جديد فحارب به مازيتول واسترجع عرشه. في هذه الأثناء بدأ الخوف يجتاح قرطاج وحليفها سيفاكس. ماسينيسا لن يكتفي باستعادة مملكة أبيه، بل ثقته في نفسه كذلك، وقوته المتزايدة أصبحت تشكل الآن خطراً كبيراً على جيرانه، مما دفع قرطاج وحليفها سيفاكس إلى مهاجمة ماسينيسا الذي انهزم وفر إلى الجبال برفقة عدد من فرسانه. فصار يشن هجمات على أعدائه شبيهة بحرب العصابات، أرهق كاهله إلى أن تمكن من استعادة أراضيه قبل أن تسلب منه مرة أخرى. لم يعد لماسينيسا حل آخر، أمله الوحيد كان يتواجد على الضفة الأخرى من حوض المتوسط، أمله الوحيد سيبيون، وذلك التحالف الذي عقداه قبل سنوات. وصل سيبيون إلى السواحل الشمال إفريقية، هدفه الاستفادة من معرفة ماسينيسا لتضاريس البلاد لإنجاح مشروعه في التغلب على القوات القرطاجية. فتكتلت القوتان واتحد الجيشان، وتمكن سيبيون وماسينيسا من الانتصار في معركة السهول الكبرى سنة 203 قبل الميلاد. على إثر ماذا؟ أسر سيفاكس. أعقب هذا الانتصار عودة ماسينيسا ودخوله سيرتا التي نفي منها سابقا، واستولى على قصر غريمه سيفاكس. بعد هدنة قصيرة اندلعت آخر معركة سنة 202 قبل الميلاد، وهي معركة زاما التي جمعت بين سيبيون وحليفه ماسينيسا من جهة، والقوات القرطاجية بقيادة حنبال من جهة ثانية. تكبد هذا الأخير خسائر كبيرة وتمكن من الفرار والعودة إلى قرطاج، حيث أخبرهم بانهزامه ليس فقط في المعركة بل في الحرب ككل. وشكلت بذلك معركة زاما الشهيرة آخر نزال في الحرب البونيقية الثانية، اضطرت على إثرها قرطاج إلى التنازل عن إسبانيا وحصر منطقة نفوذها والتوقيع على معاهدة السلم لوضع حد ل18 سنة من الحرب. يقول تيتليف: بعد هذه المعركة نصب سيبيون ماسينيسا ملكا على بلاد الماسيليين الكبرى،
ومنحه مجموعة من المدن التي كانت تابعة لسيفاكس، فأصبحت نوميديا إذن بشقيها الماسيلي والماسيسيلي مع بعض الأراضي التي انتزعت من قرطاج تحت حكم ملك واحد وهو ماسينيسا، وبالتالي أصبحت له حدود مع الدولة المورية. ووجد ماسينيسا نفسه حاكما وحيدا دون منازع على مجال شاسع يمتد إلى منطقة السرت بليبيا شرقا، فوضع المجال تحت سلطة عسكرية وسياسية وإدارية واحدة وعملة واحدة. ومما ساعده على توحيد نوميديا هو اعتماده على السياسة التقليدية كالمصاهرات والتعاقد مع زعماء القبائل، واعتماد مبدأ الحروب عند الضرورة القصوى، رغبة منه في خلق نوع من الاستقرار السياسي على الرغم من معارضة بعض زعماء القبائل الأقوياء. ثم قرر إعادة هيكلة الدولة بداية بتشجيع الفلاحة والإنتاجية الزراعية، لا سيما وأن أرض الماسيل غنية وخصبة، وشيئا فشيئا بدأت زراعة الحبوب وتربية الماشية تشكلان موردا مهما لمملكة ماسينيسا. لقد كرس ماسينيسا نفسه للحياة العسكرية أكثر من غيرها، فمن المعروف أنه كان يمتلك مؤهلات حربية قوية وخبرة كبيرة في تسيير الحروب والتخطيط لها على الطريقتين الرومانية واليونانية، وهذا ما دفعه ليعد جيشا محليا موحدا ونظاميا يجمع المشاة والفرسان، كما أعد أسطولا حربيا مهما ساعده على الدفاع عن حدود بلاده من جهة، وعلى الانفتاح على العالم الخارجي من جهة ثانية. لم ينس ماسينيسا فضل الملك الموري باغا الذي ساعده في محنته، فلم يفكر يوما في المساس بأراضيه، لذا ركز كل طموحاته التوسعية نحو قرطاج، مستغلا معاهدة السلم التي وقعتها هذه الأخيرة إثر انهزامها في الحرب البونيقية الثانية، والتي بموجبها يمنع عليها منعا كليا الدخول في أي صراع أو حرب ولو تعلق الأمر بالدفاع عن أراضيها. وهكذا كلما هجم ماسينيسا على قرطاج لم ترد عليه، واستغاثت بروما التي كانت في الواقع لا تبالي بمحنة قرطاج، لأنها لم تنس يوما الخسائر الكبيرة التي تسبب لهم فيها حنبال خلال الحرب البونيقية الثانية، بل بالنسبة لروما أن تظل قرطاج في وضعية ضعف فذلك كان يخدم مصلحتها، كما أن مصلحتها كانت حينها في البقاء على صداقة الملك النوميدي الذي كان يمدهم بالمؤن الضرورية والفرق العسكرية عند الحاجة. وبهذا دفع ماسينيسا الحدود الشرقية لمملكته، واقتطع مساحات شاسعة من الأراضي القرطاجية التي تقلصت أراضي نفوذها. حكم ماسينيسا ما يزيد عن 50 سنة، وتوفي حوالي 148 قبل الميلاد عن سن تجاوزت 90 من عمره، وانهار بذلك حلم النوميديين في ضم قرطاج إلى نفوذهم.